واجبنا كمتدربين وكمشاركين في هذه الدوره ان احنا نوجه ولو بكلمه شكر اللي هي اقل حاجه ممكن احنا نقدموها. فخلونا نبدا مع كلمه للسيد شعبان المشايخ، كلمه يعطيها باسم المشاركين في موسم لجنة الاعلامي اللي نوجه لهم تحيه كده من خلال الاجتماع وهذا اللقاء. جدا 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 على قد ما زرت من مدن وكان لي موسم المدينه رحال فيه، ما كنت سعيده زي ما كنت سعيده بينكم هنايا. تشرفت بصدق انني تعرفت عليكم، شفت مواهب وكوادر شابه، نتمنى انكم تساعدوهم وتوقفوا معاهم استاذ هيثم. اخص بالشكر سيد هيثم خاصه في مجهوده الشخصي بعيدا عن مكتب الهيئه العامه للثقافه اللي نشكرهم طبعا، لكن مجهوداته هو والسيد علي شربك هي اللي قدمت الورشه هي بشكل عام، طبعا استاذة ليلى، سيد عادل، كل من ساهم معنا في نجاح هذه الورشه. ان شاء الله مش حنتوقفوا معاكم، ان شاء الله نقدروا نساعدكم تبينوا وجه المدينه بشكل صحيح. الاعلام اصبح مهم في حياتنا، اهتموا به، ما تنقلوش سلبيات المدينه، انقلوا ايجابياتها، انقلوا الصوره الجميله على مدينتكم، لان هذا بيشوفها العالم. الاعلام حاليا اصبح منفتح تماما، فنتمنى منكم انكم تحبوا مدينتكم وتطلعوا الصوره الجميله اللي فيها، ومشكورين جدا لحضوركم. مش معنا ان هي فاتت ثلاث ايام والضيف ثلاث ايام، هي من اهل الدار، تحبوا نرحبوا بها. كان مؤتمر صحفي رائع والله. لبنى يونس رئيس منظمة موسم المدينة الإعلامي، تم اليوم بحمد الله اختتام ورشة عمل بوابتك لاحتراف الإعلام في مدينة نالود، كانت برعاية الهيئة العامة للثقافة. بصراحة كانت ورشة عمل رائعة، كان عدد الحضور حوالي 50 شخص. الجانب اللي شفناه في المدينة كان جانب جميل جدا، موجود فيها مواهب بصراحة فاقت توقعاتي. نتمنى ان هم يستمروا، نتمنى ان المدينة تدعم ابنائها لوصول صوتها من خلال مجال الاعلام، وان شاء الله نقدر نفيدهم في مرة اخرى باذن الله. تم الاتفاق مع مكتب الهيئة العامة للثقافة على وجود ورش عمل احترافية خلال الاشهر القادمة، وباذن الله ستكون مدينة نالوت من اولوياتنا في تنظيم ورش العمل. الورشة جاية بإذن الله ستكون في الصحافة الإلكترونية، وأيضا في الصحافة وحقوق الإنسان وتعريف الصحفي بخطاب الكراهية والمصطلحات التي لا يجوز استعمالها، كيفية احترام المواطن، كيفية تقديم محتوى صحفي لائق بالمواطن وبالمدينة أيضا، ولا ينتهك حقوق المهنة بإذن الله.